السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ إن شاء الله طيبين. جيتكم بمقطع جديد اليوم يا جماعة الخير. أول مقطع لي رسمي للعبة جراند تريزمو. المقطع السابق صورت لكم وأنا أشتري البلايستيشن 5 وأعطيتكم السبب، والمقطع هذا يا جماعة الخير نجرب جراند تريزمو بشكل بسيط، مو مراجعة، فقط تجارب ونلعب مع بعض ونسولف بشيء بسيط. طيب، أنا لسه جديد في اللعبة بس الحمد لله قدرت أفك الصور. قبل شوي فكيت الصور وعلى ما شريت سيارة، مو بسيارة أحلامي، أفضل سيارة لي اللهم لك الحمد أملكها، أجمل سيارة لي أنا أملكها اللهم لك الحمد. فودنا نعطيها صورة حلوة كذا، ننزلها في السناب والإنستغرام للشباب يعطونا رايهم. فاعطانا السياره، يا اخي عطني سيارتي يا اخي، ما ابي هذه السياره، عطني سياره، ايه غير السياره، عطني 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 موتري، عطني عطني المزيونه ذي. يا سلام عليك يا عمري، والله يزينها يا شيخ يا عمري. بس وفي مؤثرات بعد، يمديك ان تسوي لها فلاتر وما فلاتر وشغل. طيب خلينا نجرب. اوه هذا جامد الفلتر، فهمت اللي بيسويه. طيب بس عطني الصوره خلينا نشوف. تكفى، وش ذا المكان الجامد؟ هذا المكان وش ذا؟ يا اخي انا بعرك في الصور هنا يا عيال، وش السالفة؟ يوووو المكان. طيب يا جماعة الخير، أول شيء حاب أعتذر بعد كل هذا، وحاب تعتذري والله، حاب أعتذر لأني ما صورت لكم من الشاشة مباشرة، قطعت الأليجاتو وكرت التصوير ما فهمت له بصراحة، ركبته في الجهاز وصاير الدقة تعبانة والألوان تعبانة وقلت يا أخي حرام صور فيه ويطلع المقطع سيء. فقلت يا أخي ما في أجمل، تثبت كاميرا على وجهك وتثبت كاميرا وراك وتصور طريقة لعبك حتى أجمل أنك تشوفني وأنا ألعب حلوة. ف سامحونا في هذا المقطع، ننتظر واحد من الشباب يجي لين يصلح لي المشكلة. طيب، في هذا المقطع بنسوي مع بعض رخصة محلية مستوى A. أنا سويت مع نفسي مستوى B وخلصتها بالكامل والله الحمد، كلها كؤوس ذهبية. الآن مستوى A، محلي A. طبعا سبق وسويت البي ار زد وسكوربيو سكريكو والابارث شو اسمه فيات والسيفيك، لا السيفيك لسه معليش. نبدأ نسوي السيفيك مع بعض ان شاء الله، بنخلص هذه كلها في هذا المقطع. نقول بسم الله ونبدا في السفر. الحين على اليسار انا حطيت اي دي في سناب انستغرام، وهذول الشباب اللي ضافوني، افضل واحد فيهم فيصل جاب 29 و620 جزء من الثانية، فانا ببدا وان شاء الله بحاول اكسر رقمك يا فيصل. هم يبوني اجيب 29 800، انا بحاول اكسر رقمك يا فيصل ان شاء الله اذا قدرت. بسم الله، وعاد لونها اصفر. فدقيقه قبل، خليني ارفع صوت اللعبه، رفعت صوت اللعبه على شيء عشان نعيش الجو مع بعض. بسم الله. طبعا طايح اسوق بهذه الطريقة، قاعد الاحظها اني اشوف اللاينات حلوة. تقهر يا اخي هذه لما ما يعشق معي، زبدة رقمي تعبان بيجي، تاخرت في التعشيق. بس خلينا نشوف نتاكد اول شيء كم جبت مع غلط في التعشيق، كم جبت رقم. وش صدمت؟ اما صدمت في النهاية اخر شيء. يلا ما عليه، قاعد الاحظ اذا ما عشق زين ما يعشق، فحلوة الحركة هذه، حلوة مو حلوة، ترفع الضغط نفس الوقت. تأخرت في دعسة البنزين، يعني لو جبت رقم مو كويس اقدر اعيد واجيب احسن ان شاء الله. هذا مو اقصى ادائي، يا ساتر احس اني غلط لما عشقت خامس ما ادري ليش. كم جبت؟ 29 و700. هو هذا كم جايب شو اسمه فيصل؟ ما ادري والله كم كان جايب، ترى غلطان بعد الدعسة. بس خلاص دامنا جايبين ذهبي خلنا نطلع. كم جاب فيصل؟ اوه فيصل 620. يلا ما عليه، المركز الثالث عداكم العيب يا راشد وفيصل. انا والله غلطت في دعسة صراحة. 180، هلا بال 180. بصراحة يعني أمتع شيء عجبني في اللعبة الرخص هذه، أنا أحب التحديات. حوالي لونيتي، هنشوف داخليتها، تستر عليها ما شاء الله. لا 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 والله تحمست والله، الأرض زلقة، الأرض زلقة والله.
معليش معليش اجين اجين بحاول اضغط فرامل مبكر. الظاهر انه مطر فيبغاني افرمل من بدري. ما ادري حسيت فرملت بزياده صح؟ يا ساتر يا ساتر. طبعا انا شايل كل المساعدات شو اسمه الفرامل شايلها، شايل انه يساعدني لما يلف، شايل التراكشن ما ابغاه يساعدني بس مخلي النقط حق اللاين لانه حلوه تفيدني بالحلبات. قول له لا يا اخي لا. الونيتي الونيتي تعبانه، السياره تعبانه. يا اخي اقسم بالله يقهر التعشيق يا عيال. الحين بضبطها باذن الله. ها يس. خلينا نشوف اوقات الشباب كم. الأول عليكم. في الموتر ذا ألفا روميو؟ لا إلا ألفا روميو، والألفا روميو زي اللوتس. أول مرة أشوفها بصراحة، ولا أنا غلطان صح؟ اسمه 4C. إلا والله ألفا روميو اسمه 4C، أول مرة أشوفها بصراحة. تشبه اللوتس، لا يكون اللوتس ألفا روميو. لا 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 اني رجعت ثاني بزياده. لا لا تاخرت 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 تاخرت. افا 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 افا. لا لا عيد عيد. شكله يبي لي اخش بدون فرامل. طيب يلا ها رابع. اوكي انا اجرب تخش بدون فرامل ولا لا. لازم فرامل، لازم فرامل يا حبيبي تستاهل. احتريت. ها ها يو يو. بس صرت اسرع اجين اجين اجين. تكفى نشوف هذه. والله لو نطق الجير. تكفى 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 تكفى. يوه رقم 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 رقم. واو يجي والله رقم قوي رقم قوي. كفك شيري معليش. هنشوف كم مستوي مع العيال. والله اني عرقت في هذه اللفه، والله عرقت فيها. ها ايه ادب الاول عليكم. اللي بعده هو الام 3. يا عمري يا زين هذه بدرفت فيها. طيب اقول لك التحدي هذا راح يكون على حلبه برشلونه كاتالونيا في اسبانيا الحبيبه. حبيبه لك بالحالك. يمنح هذا التحدي منعطفات متتاليه، يعني يبيني ادرفت صح؟ استخدم دواسة وقود التحكم في سيارتك. يعني يبيني المس لها. يلا يلا العيون طوخه. ترى شوف احيانا لازم تعرف وزن السياره، لازم تفهم له. والله يا الله. طيب يعني شلون تبينا نهجول؟ هوا تدرون اقدر اضبطها، اقدر اضبطها بدريفت. فلسفه صح؟ فلسفه. لا لا بضبطها بضبطها بس مو بذي الهوزه يعني. كان التراكشن شبك.
طيب ما في تراكشن يا اخي، هذه مشكلة اللعبة يا عيال والله العظيم، هذه عيبها. فيها تراكشن مهما تفصله، يعني في السيارة فيها غلط في السبن، فيها غلط غلط مو طبيعي والله. ترى مو كذا الالعاب ولا كذا الصدق، بس يلا فدا على كيفه، يزلق وقت ما يبي. كني نفست على اللعبة انا والله جد جد. عيال شباب جران تريزمو ما تزعلون مني، اللعبة مهما تفصل مساعدات الانزلاق السيارة ما تزلق. مقطع المشكلة الزبدة، هذا مقطع مو مراجعة، لكن ان شاء الله في المراجعة راح اذكر ذا الكلام. جبت الذهبي بس مو بعاجبني، ما استمتعت وانا اسوق بصراحه. كم علي والاول بعد وانا سايق سواقه ما ميل في راسي والله، ما ادري كان عندي احساس اني اقدر اجيب رقم اقوى والله. هنشوف اللي بعده، تويوتا توراندو صح ولا شو اسمه، تندرا صح، تعدي هوك. اوه الحين مسارات ترابيه، الحين انا ما اعرف اسوق، انا مالي في التراب والله. حان وقت خذ اجواء ترابيه، ها كم كم ما ادري، الزبده رقم تعبان، واتوقع الشباب افضل مني، ما اعرف الرالي هذا يطلعوني منه. الثالث انا ما شاء الله فيصل جايب 19 و283. باقي اخر سيارتين، الهوندا والسوبرا. هنشوف الهوندا ان اس اكس، هذه حلم ناس كثيرين ما شاء الله، من اجمل السيارات في التسعينات. هذه عاد اعذروني ماني موريكم اياها من برا، لان السياره طياره فبسوق كذا. اسمع حلوة، يو الذهبي 100، انا جبت 113، الذهبي 100 وانا جبت 113، يا ساتر يا الفرق. هاي نظبطها نظبطها، يو شي 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 يا تقهر، ما ادري احيانا ما يعشق. والله اضغط كلتش ورب البيت ضغط كلتش، ما ادري ما ادري ما ادري ما ادري. والله ضاغط كلتش يا اخي، قسم بالله ضاغط، قسم بالله اني ضاغط يا والله حرام يا شيري. لفت لي قبل شيء والله اني سريع. والله قهر يا اخي، صح اني فزت بس انقهرت والله، كانت سهله يا اخي ما شاء الله، هذول جايبين ارقام حلوه والله اهنيكم. اقدر انا افزكم بس انقهرت والله، في 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 دخله لي والله، كنت سريع كنت سريع مره كنت سريع والله، نفست بي. يلا اخر سياره ونختم فيها المقطع، سوبرا، ونفوز برخصه محليه من مستوى اي، وبعدها نبدا على الدولي. والله جينا عجينا عند الصعب الحين. ها وين السوبرا عمري؟ شي ما تمشي. لا لا اول ما بدأت السيارة ما مشت يا حبيبي، هي غش.
استخدم كل ما تعلمت يقول لك. نهاية الثالث كان. دقيقة دقيقة صبر عليك لفة. خلنا نشوف اللفة دي كم اجيب فيها. لو يو يو يو. اجين اجين. والله حلوة حلوة سوقتها. حلوة ما عليها يعني. والله هاي تجيب لي جلطة صدق. دي اللي هتجيب لي جلطة. ما حد هيجيب لي جلطة غير دي. مو بدرفت يا اخي اقسم بالله. يا عيال جران تريزمو تقهر. اقسم بالله تقهر. لا 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 يا اخي مشكلتهم في التراكشن. انا ما ادري يا اخي عندهم اسس في التراكشن وانا شايل احيانا يشبك ما يشبك مزاجه. ما ادري وبرضه احس اني اقدر اقدم اداء افضل. كلهم احس اني اقدر اقدم اداء افضل بس ما ادري. والاول عليكم. ايه ابوي والله احس اني اقدر اقدم اداء افضل بس ما ادري يا اخي اللعبه ما هي قادره تساعدني اني اتحكم انا اكثر في السياره. هي قاعده تتحكم معي والله قاعد احسها قاعده تتحكم معي. بس خلوني بعدين مراجعه اللعبه بتكلم ذا الكلام وبجرب اللعبه اكثر. ابغى اجرب اكثر اكثر واعطيكم رايي في اللعبه بالكامل عشان ما نظلمها. ترى والله مستمتع يا شباب. تراني مستمتع. لا احد يحكم علي ولا انا بحكم على اللعبه. اللعبه ذي مو المقطع ذا مو للتجربه مو للمراجعه. رجاء خاص الكومنت خلونا بس على اللي سويناه في اللعبه. المراجعات ما المراجعات في مقطع ثاني باذن الله. لسه بجرب اللعبه زياده ترى. طيب يا جماعه الخير الى هنا وصلنا نهايه المقطع. اتمنى المقطع عجبكم وعجبتكم السلسله هذه والفكره الجديده. اذا ودكم وعجبتكم باذن الله نسوي الرخصه اللي بعدها مع بعض. لا تنسى زر اللايك ولا تنسى تشترك القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.